الإيمان في يوم القيامة. هل الإيمان في يوم القيامة يوم الأخير؟ يوم الأخير إذا الركن مقرن من أركان الإيمان، وكان ربي تبارك وتعالى يسمقر الإيمان سنس في الإيمان في يوم الأخير القرآن يجي نتزاد مروت نتكيل نتزاد مروت نتكيل أتنتسمقر ربي تبارك وتعالى القرآن الكريم. إن بأن ربي تبارك وتعالى إن بأن هن السن السن للقران يوم الأخير يوم القيامة هن ريقع هن نرجس اللي شك ولا رتح يتكرن يعني هن يوم القيامة ريقع غنى إن ربي تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. مدقن يغيم البنادم في اليوم الآخر أيام البنادم يجزم يحقيق يزدغى الصني سريق يحقيق قياما كل اللي دي ربي تبارك وتعالى القرآن نس اللي دي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث نس كل المسائل كله اللي ريقع يغيموت بنادم زند أصلي القرآن الدفوق قبل قبائلي أصلي القرآن يوم الأخير أخسي من المدن سلام مارات الساعة هان الساعة تفكر لا مارات أخسي سلسلت نامن نامن سلموت نامن سألي ريلي بعد الموت هان نقص القبورة هان لتسأدي شكل الملكين أرد أحسق سن هان القبر اللي قص العذاب وإلي قص النعيم ودحير ربي واللي مو قص يسق النعيم يمن المدن كله دم ديش كان النفخ الصور تنتر نفخ الملك الإيمان سأصص اليوم البعد بدنا ندفعه للقبور نصن الحساب أتني حسب ربي تبارك وتعالى أدبي بدنا قدام نص أتني حسب يوم البندم عن الظالم أري اقتص أرد أيام الحق نخدر المظلوم أيام البندم عن الصحوه سأدفعنت أدمشنت كي قتني أسيل أعمال نص كررتني أمز سفاسي كررت يمز سوز المط يا من بلاد مثل الميزان يا من بلاد الصيرة فلا تزلين المدن يا من بلاد مثل حوض النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة عنس يا من بلاد مثل لجنة النار كل المسائل تخصص انت يا من بلاد كذلك اليوم الإيمان باليوم الأخير. وكان ماذا يقن تمارت يغيوم بلاد مثل اليوم الأخير الفوائد نس تمارت نس هل بلاد يغيوم نس اليوم الأخير أفلست لي يتساكينة ديان الرحمة يقول نس قالت هنيث اللي يوس القسم قير المدن قدام ربي تبارك وتعالى كل وحيدة اللي في الاسلام نقلق نغسحت نغلقنت اي قنطة كل حاجة هن ونيوم اسلي القرآن هن ادرست لي خلق فلكينين قالت تعدى اللي خلق نس قرس دمد هن اردت لي الايمان ان اريسكاري الحاجز قرب نادم دغاية كله ما يخشن دكله ما يوري فلكين ذي بنادم وراغ ان يتغ المسائل الدنيا تلقيس انتي شتو ورا دي كنتي اللي خرت والنادي كنتيني أصلي القرآن هان ناري تسمح المسائل الدنيا بزاف. وكان بنادم يغيسن يساد داشك غصا للقرآن لغرض حسب المدن القدام ربي تبارك وتعالى أرن أري تخدم أري سكار المسائل الفلكينين اللي راي سجدين الحساب نصغين قدام ربي تبارك وتعالى يتني كله فما يخشن دما يهرشن دما راي يسخف الميزان غير دعيت ان ربي تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون.